حدد إذا ما كان العدد 380 يقبل قسمة على 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 9 أو 10. لقد تجاوزت العددين 7 و8، لذا لا تهتم لأمرهما. لو نفكر بالعدد 2، هل تقبل القسمة على 2؟ اسمحوا لي أن أكتب 2 هنا. حسنا، ليقبل العدد القسمة على 2 يجب أن يكون عددا زوجي، وليكون عددا زوجيا يجب أن تكون منزلة الآحاد زوجية. إذا دعوني أقوم بكتابة 380 هنا. نتذكر بأن الأعداد الزوجية تكون منزلة الآحاد زوجية، إذا يجب أن يكون هذا زوجيا، أو يمكن أن يكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو أي عدد زوجي. إذا 380 هو عددا زوجيا كون أن منزلة الأحاد هي 0، إذن هو يقبل قسمة على 2. إذن هذا السهل. دعونا نفكر بالعدد 3. هناك طريقة سريعة للتفكير بالعدد 3. دعوني أكتب هنا 3. إذن ما أقوم به هو جمع الأرقام للعدد 380 لأرى إذا كان مجموع الأرقام يقبل القسمة على 3، فيكون العدد يقبل القسمة على 3. إذن 3 زائد 8 زائد 0 يساوي 3 زائد 8 11 زائد 0 11. إذا كان لديك مشكلة في تحديد 11 أو قابلية القسمة على 3 لهذا العدد، نجمع أيضا 1 زائد 1 يساوي 2. إذن في كلتا الحالتين 11 أو 2 لا يقبلان القسمة على 3، فهما ليس من مضاعفات الثلاثة. إذن العدد 380 لا يقبل القسمة على 3. سأوضح ذلك ربما في المستقبل أكثر، ولكن الناتج كما رأينا في الطريقة بأن 380 لا يقبل القسمة على 3. إذن لم ينجح بالقسمة على 3، إذن أشطبها هنا. لنقوم بالتفكير بالعدد 4. حسنا، حتى أعرف إذا كان العدد يقسم على العدد 4 يجب، اسمحوا لي أولا أكتب باللون البرتقالي. نتساءل كيف يمكن أن يكون العدد يقسم على 4؟ يجب أن نتذكر المعلومة بأن 100 تقبل قسمة على 4، إذا 300 أيضا تقبل قسمة على 4 كون أنها 300، يمكن قسمتها 3 مرات على 4. يبقى أن ننظر إلى المنزلتين الأخريتين، أي 80 في العشرات والآحاد. إذا لدينا 80، إذا هل يقبلان القسمة على 4 كون أن 100 تقبل قسمة على 4؟ نتجاهل 300 أو 3 في منزلة المئات. إذا ننظر إلى منزلة العشرات والآحاد، لدينا 80، هل يقبل القسمة على 4؟ حسنا، يمكننا رؤية ذلك بلمح البصر، فثمانية تقبل القسمة على 4، وإذا لدينا 80 تقسم 4 يساوي 20. نعم، إذن 380 يقبل القسمة على 4، إذن نجحت الأربعة. دعونا ننتقل إلى الخمسة الآن لنجربها. سأنزل للأسفل قليلا. إذا نحاول الخمسة. ما هو أسلوب اختيار قابلية القسمة على العدد 5؟ لنرى مضاعفات الخمسة، لدينا 5، 10، 15، 20، و25. نلاحظ بأن جميع مضاعفات العدد 5 والتي تقبل القسمة على 5 أحدها إما 5 أو 0. إذا كان العدد ينتهي أو أن أحد العدد 5 أو 0 فإنه يقبل القسمة على 5. ولدينا هنا 380 يملك 0 في منزلة الأحاد، لذلك فهذا العدد يقبل القسمة على 5. إذا نعم يقبل القسمة على 5. دعونا نفكر بالعدد 6. لدينا هنا ما نعرفه أن الأعداد التي تقبل القسمة على 6 هي التي تقبل القسمة على مكوناتها، فلدينا 6 يساوي 2 ضرب 3. وقد رأينا مسبقا بأن 380 تقبل القسمة على 2 ولكنها لا تقبل القسمة على 3، وبالتالي كونها لا تقبل القسمة على أحد مكونات 6 فإنها لا تقبل القسمة على 6. إذن 380 لا يقبل القسمة على 6. إذن لنجرب الآن 9. نذهب إلى 9 هنا.
قابلية القسمة على 9 يمكن عمل افتراض مشابه بأنه العدد الذي لا يقبل القسمة على 3 لا يقبل القسمة على 9، وهي حاصل ضرب حيث أن 9 حاصل ضرب 3 ضرب 3، أي يمكن القسمة العدد على 3 مرتان. إذا كون أنه لا يقبل القسمة على 3 كما رأينا سابقا، فإنه لا يقبل القسمة على 9، كان ذلك سهلا نوعا ما. هناك طريقة أخرى يمكن اتباعها لاختيار قابلية القسمة على 3، حيث يمكن أن نقوم بجمع الأعداد 3 زائد 8 زائد 0 ويساوي 11. فهل الناتج هنا يقبل القسمة على 9؟ لا، لأن 11 هو عدد لا يقبل القسمة على 9، هو ليس من مضاعفات 9. هل مجموع هذا العدد يقبل القسمة على 9؟ لا أيضا، لأن 1 زائد 1 يساوي 2 ولا يقبل القسمة على 9. لدينا أخيرا العدد 10، هذا وهو الأسهل، حيث أن مضاعفات 10 تبدو على شكل 10 20 30 40 إلى آخره، أي أن الآحاد للأعداد التي تقبل القسمة على 10 هي 0، وكون أن 380 ينتهي بالصفر إذن هو يقبل القسمة على 10. كان ذلك سهلا. إذن 380 يقبل القسمة على جميع هذه الأعداد ما عدا 3 و6 و9.